معنا الآن من مدينة سان بطرسبرغ سمير أيوب، عضو المركز الثقافي الروسي العربي والباحث في الشؤون الروسية، ومعنا من دبي الدكتور سيد غنيم، زميل أكاديمية ناصر العسكرية والأستاذ الزائر بأكاديمية دفاع حلف الناتو. أهلا بكما في العالم هذا المساء. سأبدأ معك سيد سمير أيوب لأسأل، هل في رأيك أنه الدفة انقلبت الآن وباتت تميل لصالح يعني الكفة الروسية؟ أهلا وسهلا بكم، مساء الخير لكم وللضيف الكريم ولمشاهديكم الأعزاء. يعني أنا لا أرى أن هناك ما تغير على صعيد جبهات القتال ضمن العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا. يمكن أن يكون تغيير في الاستراتيجية، يمكن أن يكون تغيير في المراحل التي تتبعها القوات الروسية، لكن الشيء الثابت والمهم هو أن أهداف هذه العملية العسكرية هي من الضروري لروسيا أن تتحقق، وإلا أي خلل بأحد الأهداف الثلاثة يمكن أن يعتبر نقطة ضعف لروسيا، وبعد ذلك يمكن أن يكون يعني قد جمد الأوضاع وتبقى النار تحت الرماد. هذا يمكن أن يؤدي في النهاية يعني باعتبار الغرب هزيمة لروسيا وربح للغرب وحلف الناتو مع الولايات المتحدة الأمريكية. أما إذا روسيا حققت كل أهدافها من هذه العملية العسكرية، هذا يعني نصرا لروسيا وتضحية للغرب بأوكرانيا، وليست خسارة للغرب والولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك هذه الخسارة تكون أوكرانيا هي الضحية. لذلك الآن روسيا بحاجة إلى تغيير في الاستراتيجية العسكرية ومواصلتها بقوة أكبر وبتكتيك أفضل من السابق، وخاصة بعد أن استلمت أوكرانيا العديد من المعدات العسكرية لحلف الناتو والأمريكية الحديثة. صحيح. ولاحظنا في الفترة الأخيرة هناك ازدياد كبير في ضربات الأماكن السكنية في دونباس، والتي سقط من خلالها العديد بل العشرات من المدنيين. هذا لا تريده روسيا، لأن عملياتها العسكرية هي تأمين سلامة هي لا تريد أن تستهدف مناطق كانت ظنت أنها انتهت من بسط سيطرتها عليها، مثلا بلدة تشيفسكا في دونباس استهدفت بقاذفات رجمات هايمارس الآن. وسأتحول في هذه النقطة في الواقع إلى الدكتور سيد غنيم، يعني وصلت إذن هذه الأسلحة الحديثة والمتطورة هاي مارس مثلا أكثر أطول مدى وأكثر دقة من سلافها السوفيتي الذي يعود للحقبة السوفيتية الذي كان بحوزة الجيش الأوكراني حتى الآن، هل هذا سيغير ميزان القوى؟ هل سيغير المعادلة بالفعل؟ يعني اهلا وسهلا فندم واهلا بضيف حضرتك. بالتاكيد في كذا عامل بيخلي الاداء مختلف او ما هو موجود على الارض مختلف، من ضمنه ما تفضلت به حضرتك، من ضمنه التكتيكات الروسيه، دقه الاسلحه، طبيعه كثافه الاسلحه المستخدمه، وزائد ان في نقطه تانية مهمه جدا اذا سمحتي لي اتطرق ليها، اللي هي مقارنه القوات. دي مهمه جدا 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 على الارض، بمعنى إن مثلا عملية دونباس بالتحديد لما بدأت تقريبا منتصف شهر إبريل كانت مقارنة القوات لصالح روسيا بنسبة 1.1:1، ودي نسبة ضعيفة للغاية. المقارنة وصلت الآن 1.8:1، وأنا بتكلم عن القوات اللي على الأرض، القوات الأرضية يعني المقاتلة اللي هي مجموعات القتال. 1.8 بالمناسبة مش مقارنة كبيرة، المفروض تبقى حوالي 3:1 يعني، لكن نسبيا أفضل من الأول. كل ده كل الابعاد دي وابعاد اخرى طبعا، منها ما تفضلت اللي هي طبيعه الاسلحه، بتؤثر بشده على مسير اعمال القتال. ولذلك انا يعني طبقا لما هو موجود على الارض حاليا، اعتقد ان عامل الوقت هيكون عليه عامل كبير جدا جدا جدا، لانه ببساطه شديده هيبقى مربوط بدرجه شراسه الدفاع الاوكراني. هل سيكون كما كان مثلا في المرحلة الأولى، احنا دلوقتي في المرحلة الثانية بالمناسبة اللي المفروض هننتقل للثالثة، يعني هل زي ما كانت في ساعتها مهما كان. طب ما هي ملامح هذه المراحل؟ يعني كيف يمكن أن نتحدث عن انتهاء مرحلة وبدء أخرى؟ لأن واضح أن الجانب الأوكراني متوجس، يعني هذه التصريحات من أوكرانيا بأن روسيا تستعد للمرحلة المقبلة، بتنا على أعتاب المرحلة التالية، ماذا يعني هذا الكلام؟
تمام يا فندم. المرحلة الأولى كانت بتتميز بشيء، تميز ليس معناه شيء جيد، لكن كان أهم ما يميز ملامحها إنها كانت على عدة محاور، وكانت مشتتة الجهود، وكان من ضمنها القتال في الغرب. بمعنى الغرب هنا أقصد به منتصف أوكرانيا اللي هو كييف شمالا بالتحديد، وفي اتجاه كان في تركيز جامد جدا على ميكولايف اللي هي غرب خرسون مباشرة وشرق أوديسا في الجنوب يعني. طيب المرحلة دي كانت ما كانتش ناجحة طبعا، ثم انتقلنا للمرحلة الثانية اللي هو التركيز على الشرق وجزء في الغرب. يعني كان التركيز أكثر على الشرق وجزء في الجنوب، أنا آسفا، وجزء في الجنوب اللي هو ماريوبول طبعا وخرسون، وما كانش يقدر ينجح ويكمل الشرق بشكل كامل إلا مع سقوط ماريوبول. إذا التركيز في المرحلة الثانية كان في الشرق. المرحلة الثالثة في أكثر من احتمال، في أكثر من احتمال. الاحتمال الأول أن يستمر في الشرق، أن يستمر في الشرق للاستيلاء على باقي دونيسك، مع الوضع في الاعتبار نقطة مهمة جدا إن ما تمكن من إقليم دونباس حتى الآن 40% منه، يعني قدر ياخد حوالي مواجهة وعمق حوالي 40 كيلو متر اللي هو كان الصندوق اللي كان عامله وحاصر فيه القوات الأوكرانية، باقي له حوالي 60 70 كيلو متر ما زال يعني. الاحتمال الثاني أن يركز على الجنوب اللي هو الملامح اللي بتقال حاليا خرسون، يعني يستمر في خرسون ويركز على ميكولايف وأوديسا. الاحتمال الثالث اللي هو زي ما عمل في المرحلة الأولى، وده يبقى غلط كبير جدا بهدف فكرة تحقيق المفاجأة، أنه يضرب في كافة الأجناب ثم يضرب في غرب دونباس، يعني خارج حدود دونباس في الغرب بما في فيها اتجاه كييف. شرق أوديسا، يعني اللي هي مولتافا مثلا، شرق آسف كييف، آسف فندم، زي مدينة مولتافا اللي فيها جامعات شغالة حاليا دلوقتي. نعم، فدي إذن ثلاث هذه كلها احتمالات ما زالت سيناريوهات كائنة، وأنا محتملة مش الآن. متفق قوي مع إن التركيز على الجنوب يبدو فقط. الجانب الأوكراني متوجس منها. سأعود إليك من جديد سيد سمير أيوب، لأنه ليست كل الأخبار سارة. يعني مثلا جنرال أوكراني بارز قال لرويترز إن روسيا لم تأخذ مترا واحدا جديدا منذ أسبوع، ويقول إنه ضرباتنا باتت تربك خطوط الإمداد الرئيسية الروسية عفوا. أيضا قائد القوات المسلحة البريطانية كان أدلى بمقابلة هنا للبي بي سي، قال إن روسيا فقدت أكثر من 30% من فعاليتها القتالية البرية منذ بدء الحرب في فبراير. يعني لا يمكننا التعويل على ما تقوله المخابرات البريطانية أو ما يقوله الجانب الأوكراني. هذه يعني هم طرف واحد في هذا الصراع، ومن مصلحتهم يعني حتى لو كان كلامهم متوازنا، يعني وأنا ذكرت أنهم متوجسون، وهناك تصريحات رسمية بأنهم متوجسون من المرحلة التالية، لا يتعاملون مع الأمر يعني باستخفاف. نعم هم متوجسون، لأن الآلة العسكرية الروسية والعملية العسكرية الروسية مستمرة حتى الآن، لم تتوقف. لكن بث هذه الأخبار تأتي في سبيل يعني من أجل رفع معنويات المنهارة للجيش الأوكراني، والتأكيد على أن الغرب لا يزال يقف إلى جانب أوكرانيا ومستعد لمساعدتها في أصعب الأحوال. لكن علينا على الأرض أن ننظر، يعني منذ أن بدأت هذه الحرب ودخلت القوات الروسية ضمن منطقة خيرسون، لا نزال نرى كل يوم بأن القوات الأوكرانية تحرر خرسون ووصلت إلى المدينة الرئيسية وحررت مدن كبيرة. هذه تبقى يعني يمكن أن تقوم بعض القرى، بعض المناطق التي ليس من مصلحة القوات الروسية أن تبقى بها إذا كانت تؤثر عليها سلبيا في المجال العسكري. هذا لا يعتبر يعني إنجاز للجيش الأوكراني. الإنجاز للجيش الأوكراني نعم هو صموده وبقائه في يعني العديد من جبهات القتال بوجه القوات الروسية وقوات جمهورياتي لوغانسك ودانيسك، بفضل يعني دفاع وبفضل أيضا الأسلحة الحديثة التي وصلت إليه. طيب. لكن الحديث هنا هل يمكن لهذا الجيش أن يستمر في الوقوف بوجه الجيش الروسي وجيش قوات جمهوريتي لوغانسك ودانيسك؟ يعني كل المعارك الماضية أكدت أنه يمكن أن يصمد لفترة زمنية محددة، وبعد ذلك لا يستطيع، يأتي الانهيار ويأتي التراجع. والإجابة على سؤالك طبعا تتوقف على الدعم الغربي، وعلى رأس الدعم الغربي الدعم الأمريكي. أنا أريد أن أرحب الآن بضيفة من نيويورك تنضم إلينا في النقاش، هي نادين ساندرز الصحفية المختصة بالشؤون الأمريكية. أهلا بك نادين. إذا طول أمد هذه الحرب والحديث فقط عن إنجازات أو مكتسبات أوكرانية هنا وهناك وصمود الجيش الأوكراني، عدم انهياره تماما، كل هذا هل في رأيك يعني يثير
مخاوف غربية وتحديدا أمريكية من أنه مع استمرار الحرب مع قدوم فصل الشتاء لربما يتململ الحليف الأوروبي ويقول للأمريكيين يعني نريد أن نضع نهاية لهذا الصراع بأي شكل؟ يعني بالطبع أولا تحية لك ولضيوفك الكرام ولمتابعيك ومشاهديك طبعا. بالطبع الأمريكيون والأوروبيون متحضرون أو متوقعون أن هذه الحرب سيطول أمدها، ولذلك نرى هذه التحضيرات التي جرت في أوروبا وفي الشرق الأوسط اجتماعي قمة 27 وفي الشرق الأوسط قمة جدة، كل ذلك في تحضير القوى العالمية أو الدول العالمية لتكون مبدئيا في نظرة واضحة لما تجري عليه الأمور فيما إذا استمرت هذه الحرب وكيفية التعامل مع السيناريوهات المحتملة فيما بعد. يعني لا يبدو أن الأمريكيون أو الأوروبيون مستعدون لأن تخسر أوكرانيا لأن لموقعها الحساس الفاصل بين أوروبا وروسيا، وأيضا المخاوف تكبر فيما إذا امتدت الحرب خارج أوكرانيا. إذا امتدت الحرب خارج أوكرانيا تتغير المعايير، إذا تم استخدام قوى نووية أيضا يتم تغير المعايير كليا، وسيندفع الغرب إلى يعني إلى أسوأ الاحتمالات وهم يجهزون أنفسهم أعتقد إلى هذه أسوأ الاحتمالات فيما إذا تم فرضها عليهم. يعني هم لا يريدونها، لا يتمنون ذلك، ولكن يضعون ذلك في الحسبان وأنهم ماضون في الطريق إلى نهايته، ولكن لن يسمحوا حسب ما نرى من هذه الاجتماعات لن يسمحوا بأن تتوسع روسيا خارج حدودها أكثر من ذلك. هذا شيء على ما يبدو مؤكد من خلال كل ما جرى على الساحة الدولية في الأشهر القليلة الماضية أو الشهر الأخير تحديدا. نعم، طيب دكتور سيد أريد أن أتحول إليك تعقيبا على نقطة أنه الضيف من موسكو يعني يقلل من شأن كل شيء وتصريح بريطاني أو أمريكي صادر عن سير هذه الحرب، يعتبرها يعني كلام مخابراتي يهدف إلى لربما يعني يندرج تحت الحرب النفسية. مثلا تصريحات الجنرال البريطاني الأدميرال رادكن، هو قائد القوات المسلحة البريطانية، هل فيها جزء من الصحة حسب متابعتك عندما يقول روسيا فقدت 30% من فعالياتها القتالية البرية؟ أيضا تحدث بأرقام مفصلة أخرى، هو قال أنه 50,000 جندي روسي إما قتلوا أو أصيبوا حتى اللحظة منذ فبراير، تدمير 1700 دبابة و 4000 عربة مصفحة. في رأيك هذا الكلام حرب نفسية أم حقائق؟ في الحقيقة هي حقائق. كلامي مبني على أي أساس؟ وهقول لحضرتك يعني إيه اللي يثبت أنها حقائق، وإيه يعني في فرق بين الأسلوب الإعلام الغربي والأسلوب الإعلام الأوكراني. بالمناسبة يعني حضرتك لمحت النقطة مهمة من دقيقتين. يعني هو حقائق بناء على إيه؟ بناء على لسه أنا قايل لحضرتك، كانت النسبة برغم أنها كانت 1.1 إلى 1 وبقت 1.8 إلى 1، ان الخسائر كمان زادت في الجانبين. يعني كان لدى روسيا في مجموعات القتال اكثر من 100 مجموعه قتال، حاليا مجموعات القتال الروسيه حوالي 90 مجموعه قتال بعد الاستعواض او 93 بعد الاستعواض. تخيلي مجموعه القتال حوالي من 800 الى 1000 مقاتل، فتقدري تحسبيها. وطبعا هي طبعا المجموعه مش بتدمر بالكامل يعني، لكن هي حقائق مع تدفق المعلومات ومع مسير أعمال القتال. ليه بقى؟ لو ما كانش هذه الخسائر بالكامل موجودة أو على الأقل بنسبة كبيرة، لكانت روسيا أو القوات الروسية حققت معدلات قتال أسرع بكتير. تخيلي حضرتك على سبيل المثال، أنا هتكلم على عملية دونباس فقط، إنها بدأت تحديدا يعني كبدء عمليات 18 إبريل. إحنا النهاردة بنتكلم في يوليا، 3 شهور، 90 يوم، وعدد المدن اللي تم الاستيلاء عليها قليل جدا بالنسبة لمعدلات القتال. ده معناه إن الخسائر عالية، دي نقطة. أما أتكلم بقى على الإعلام الأوكراني، هو إعلام خبيث للغاية بصراحة، مش قصدي بيه السب لا سمح الله،
لكن قصدي خبيث زي ما ذكرتي حضرتك. يعني مثلا جنرال اوكراني قال احنا فقدنا 50% من قوتنا، احنا فقدنا، بتحس ان هو عكس الكلام البريطاني، ان هو السبب حقيقي لسرعه او للضغط، زياده الضغط على الرأي العام الداخلي الأوروبي والأمريكي في استمرار الدعم وموافقة البرلمانات والكونغرس الأمريكي على زيادة الدعم وتدفقه بسرعة بشكل مستمر. مش عفوا يا فندم، خليني أقول كلمة ابتزاز يعني، أو ضغط، فيها شيء من الضغط يعني، وفيها شيء من الاستعطاف زي ما ستك قلتي، طبعا استعطاف للرأي العام، ده كلام حضرتك صح، وضغط على صناع القرار. فهنا دي اللي فيها شيء من التهوين، التهوين وليس المبالغة. سمير أيوب، ما رأيك؟ يعني لو كانت روسيا قادرة على الحسم لكانت حسمت الأمر، يعني بعد كل هذه الشهور، 3 أشهر من العملية في الشرق وأكثر من ذلك 5 أشهر ويزيد من بدء العمليات القتالية ككل، يعني المكتسبات المحققة عسكريا وعدد المدن التي تسيطر عليها روسيا قليل جدا كما تفضل الدكتور. صحيح، روسيا لو كانت تريد الحسم بطريقة سريعة لاستخدمت أساليب أخرى في هذه الحرب، واستخدمت أسلحة، وهي لديها الأسلحة المتقدمة كثيرا والمتطورة التي يمكن أن تدمر كل المدن الأوكرانية وتحتل أوكرانيا بطريقة أسرع. لكن لدي وجهة نظر أخرى عبر يعني بسبب بطء التقدم الروسي. بطء تقدم روسيا عكس ذلك تماما ليس بسبب الخسائر الكبيرة. نعم، في بداية العملية العسكرية كانت هناك خسائر كبيرة بسبب عدم أو سوء تقدير من القيادة الروسية للأوضاع في أوكرانيا، لكن الآن الاستراتيجية التي تتبعها القوات الروسية في هذه العملية هي إذا كانت فترة تحرير أي مدينة أو طرد المجموعات المتطرفة منها تستغرق يوم ويكون ثمن ذلك خسائر بشرية كبيرة أو خسائر حتى في العتاد، روسيا تعتمد استراتيجية أخرى، يمكن أن تحرر هذه المدينة بفترة أسبوع أو أسبوعين أو حتى 3، ولكن فكرة أن المدنيين هناك هم، وتقول روسيا، موالون لها. بعكس، يعني المدنيين كانوا موالون لها او كانوا للطرف الاوكراني، للاسف هم ضحايا هذه الحرب التي يعني افتعلتها اوكرانيا، والسبب في حدوثها هي اوكرانيا. هي لو كانت تخاف على المدنيين منذ البدايه لم تقم بارهابهم والتنكيل بهم او سمحت لهم بالخروج، لذلك يعني التاخر والبطء في العمليات العسكريه الروسيه هو من اجل التخفيف من الخسائر في صفوف العسكريين وفي صفوف المدنيين. ومن الممكن يكون هناك تفسير آخر، هو فكرة شراء الوقت. وأتحول إليك نادين ساندرز بهذا السؤال، لا أدري إن كنت استمعتي لإجابة دكتور سيد غنيم في بداية اللقاء، هو تحدث عن عامل الوقت، هل تعتبرين أنه لو كان التفكير الروسي بالفعل هو فكرة شراء الوقت وإطالة أمد الحرب وعدم إحراز يعني أو عدم الحسم الآن وفورا حتى لو كانت هناك القدرة لكي يزيد الضغوط على الجانب الأمريكي، هل سينجح هذا في جر الأمريكيين إلى طاولة مفاوضات مثلا؟ يعني بالفعل على ما يبدو أن روسيا تمارس موضوع الاستخدام لعامل الوقت بدليل أنها تستطيع التحكم بالروبل إلى حد كبير، يعني لجأت إلى خطط تمكنها من محافظة الروبل على قيمته، وبالعكس تقدم الروبل بالنسبة لقيمته لما كان عليها. الموضوع الآخر الذي أيضا تمارسه روسيا هو موضوع يعني قبولها أو عرضها لتقديم لإعطاء جوازات سفر لكل من يتقدم لجواز سفر روسي من الأوكرانيين، حسب ما سمعت إذا صح هذا الأمر فهي سياسة تكتيكية لكسب يعني تعاطف كبير بين الأوكرانيين وقلب القاعدة الشعبية لصالح روسيا رويدا. أيضا فيما إذا استمرت هذه الحرب وطال أمدها، ربما تراهن روسيا على أن الإدارة الحالية، إدارة بايدن، مع اقتراب موعد الانتخابات الجديدة، هذا سيغير كثيرا من المعايير لدى الإدارة الأمريكية ومع تأثير. طب هل هذا صحيح؟ على الاقتصاد هل في هذا شيء من الصحة؟ لأننا فهمنا أن يعني الدوائر السياسية الأمريكية بمختلف مشاربها ضد روسيا في هذا الموقف، هل هناك من سيكون يعني على استعداد للتفاوض معهم أكثر من الطرف الآخر؟ ربما ما تفكر به روسيا طبقا لما
قام به ترامب، ولكن حقيقة الجمهوريون جميعهم وكذلك الديمقراطيون يؤيدون سياسة بايدن بالنسبة لأوكرانيا تحديدا، يعني لا يرون أنه يجب أن يتم تجاهل موضوع أوكرانيا، بالعكس يجدون أنه يجب أن يتم دعمهم أكثر مما هو الوضع عليه حاليا. لذلك أي تغيير في الإدارة الأمريكية القادمة من ناحية المبدأ لن يكون هناك تغيير بدعم أوكرانيا، ولكن ما يعول عليه أو يخشى منه هو التأثير الاقتصادي على الشعب الأمريكي. يعني الآن الشعب الأمريكي يعاني من تبعات اقتصادية في رخائه، في قدرته على الشراء، هو لا يستطيع القيام بنفس عمليات الشراء التي كان يقوم بها، الإجازات نفسها التي كانوا يأخذونها لم تعد نفسها، أسعار الغاز البترول ارتفعت، صحيح أنها بدأت بالانخفاض ولكنها ما زالت مرتفعة. هذا سيؤثر على إدارة بايدن في دخوله بمعركة الانتخابات الجديدة. يظهر هناك مترشحون آخرون من الحزب الجمهوري وأيضا من الحزب الديمقراطي. هذه الفترة التي تسبق فترة الانتخابات قد تستغلها روسيا لإضعاف الروح العام الأمريكية، وتراهن على أنه قد يكون هناك تمرد شعبي أو استياء شعبي يؤدي إلى تغيير السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا، ربما هذا ما تراهن عليه، ولكن حتى الآن يبدو هذا صعبا على أرض الواقع. طيب سيد غنيم، يعني أريد أن أسألك، وأنت يعني خبير عسكري في المقام الأول، هل يمكن أن يحسم هذا الصراع عسكريا، أم أنه في النهاية وبأي شكل من الأشكال يجب أن يجلس كل الأطراف إلى طاولة مفاوضات؟ هل يعني ما تحاول روسيا فعله الآن هو فقط الحصول على ميزة تفاوضية، بحيث عندما يأتي هذا اليوم يكون لديها على الأرض ما يؤهلها للحصول على المزيد من مطالبها السياسية التي كانت في البداية؟ متفق مع حضرتك تماما طبعا، لسبب بسيط، أن روسيا لو كانت قادرة على حسم العمليات العسكرية من فترة طويلة في ظل الظروف الصعبة والضغوط الداخلية والضغوط الخارجية كمان عليها لكانت حسمت الحرب. فإذا الحل الأمثل زي ما حضرتك تفضلتي هو تحقيق انتصارات على الأرض بأي شكل من الأشكال، إنها تجلس بها على طاولة المفاوضات للتفاوض. وهنا بقى لذلك كان أحد السيناريوهات الخمسة اللي أنا قلت يمكن طرحتها من قبل، أن يكون في الجانب الآخر، وأنا أقصد هنا تحديدا الغرب وأوكرانيا معا، أنه لما يجلس سواء أوكرانيا لوحدها مع تركيا مثلا مع روسيا، أو حالة احتمال وجود جانب غربي يجلس في طاولة المفاوضات، أن يكون شيء في شيء من التجاوب، وما هو يعني لقاءات ثنائية بين الأطراف اللي بيها أنا حاسب لك كذا، أنت ارضى بكذا، نفذ كذا، حفظ ماء الوجه. لا مش عايز أقول لروسيا بس، نقول لجميع الأطراف اللي صحيح. بيها الخروج بأقل خسائر ممكنة لكل طرف، لكن ده صعب للغاية، صعب للغاية، حتى هذا صعب، لأن بوتين ليه أهداف محددة حتى غير اللي أعلنها لازم يحققها، وهي الاستيلاء على كافة الثروات الأوكرانية حتى كييف أوديسا، ده هدف رئيسي، وبما وتقسيم الجزء الشرقي وتحويله دويلات وضمها لروسيا. إذا طيب. لم ينجح في ذلك لن يستمر في مكانه. طب سمير أيوب، هل توافق على أن هذه أهداف أساسية بالنسبة لبوتين؟ لا، هذا غير صحيح بتاتا. لا يوجد اي اطماع لروسيا للاستيلاء على الثروات الاوكرانيه. الثروات المتواجده في روسيا تكفي اوكرانيا وتكفي العالم باكمله. اهداف روسيا واضحه، هي اجتثاث النازيه التي ولدت من جديد، عدم قبول باي ظرف من الظروف دخول اوكرانيا الى حلف الناتو لتصبح قاعده عسكريه ومنطلقا لضرب روسيا. ثالثا، الحفاظ على امن وسلامه كل الاقاليم الشرقيه ووقف التنكيل والارهاب بحق سكانه. هذه يعني هذه أهداف واضحة وحددتها القيادة الروسية، ولا يمكن لها أن تتراجع عن أي هدف من هذه الأهداف. تستطيع أوكرانيا عن طريق المفاوضات أن يعني تبقي الأقسام الباقية من أوكرانيا بعد هذه العملية العسكرية لتحافظ عليها، أو أن تستمر في هذا العناد ويمكن أن تنهي أوكرانيا كدولة مستقلة. إذا الطابة الآن أو الكرة الآن في ملعب أوكرانيا وبما فيها الدول الأوروبية، هل يريدون إنهاء هذه العملية العسكرية
أم أنهم يريدون فقط التضحية بأوكرانيا لاعتقادهم أنهم يستنزفون روسيا؟ طيب نادين ساندرز، لو افترضنا أن الطرفين الروسي والأمريكي باعتباره يعني رأس حربة المعسكر الآخر يمارسان هذه اللعبة، يعني الآن لعبة عض الأصابع وفكرة كل طرف يستنزف الطرف الآخر ليرى في النهاية ما الذي سيجري، بينما الطرفان يدركان أنه في النهاية لابد من التفاوض، هل في هذه اللحظة التي ستأتي إن عاجلا أو آجلا لدى بايدن في رأيك حلول خلاقة يمكن أن يخرج بها من هذا المأزق السياسي الذي في النهاية يجد نفسه فيه بنفس الدرجة التي يجد فيها بوتين نفسه؟ يعني أعتقد أن توصيف المشهد بين أمريكا وروسيا بشكل أساسي صحيح، أن أمريكا ضالعة في الأمر ولكن ضلعت فيه من أجل أوروبا، لأن أوروبا هي التي على حدود مع روسيا أو بينهما أوكرانيا أو إلى ما شابه. الآن ما يفعله بايدن هو من أجل أوروبا، إذا الطرف الذي يريد يمكن أن يتفاوض أو يفتح مجالات التفاوض لاحقا فيما إذا كانت هناك فرصة، أعتقد أنه سيكون من قبل الأوروبيين أساسا وليس من قبل بايدن، لأن تأثر أمريكا بسياسات روسيا هو صحيح أنه صراع على النفوذ العالمي، ولكن بالدرجة الأولى هو صراع جيوسياسي في المنطقة، حتى دعينا نقول أنه جغرافي وعسكري تماما في المنطقة بين روسيا وأوروبا. لذلك هذه المفاتيح تأتي من الدول التي لها مصالح وعلاقات مع روسيا فيما إذا تطورت. نحن نشهد هذه الأمور من خلال مواضيع الطاقة التي حتى الآن هي مشكلة كبيرة، يعني فيما إذا استمرت هذه المشكلة أعتقد أنها ستكون ضغط رئيسي على الأوروبيين بأن يحاولوا أن يقنعوا الأمريكيون بأن يبرموا اتفاق ما. أشكرك من نيويورك نادين ساندرز الصحفية المختصة بالشؤون الأمريكية، وأشكر ضيفنا من سان بطرسبرغ سمير أيوب عضو المركز الثقافي الروسي العربي والباحث في الشؤون الروسية، كما أشكر ضيفنا في دبي الدكتور سيد غنيم زميل أكاديمية ناصر العسكرية والأستاذ الزائر بأكاديمية دفاع حلف الناتو.